البداية كانت مهمة في مباراتنا مع الكويت، انطلاقة مهمة بثلاث نقاط قدام الفريق المستضيف للبطولة. كلاعبين يعني معنوياتنا مرتفعة، وراح نحاول إن شاء الله نعزز الثلاث نقاط بثلاث أخرى إن شاء الله، ونضمن التأهل بإذن الله على إن شاء الله في المباراة القادمة أمام المنتخب الإماراتي بإذن الله. الحمد لله أن يعني ماشيين، يعني نتائجنا كانت زينة الفترة هاي مع المدرب، وإن شاء الله بعد عندنا الأحسن ببطولة كأس الخليج إن شاء الله نستوعب التشكيلة صح، إن شاء الله نقدم أحسن المباريات القادمة الاستحقاقات القادمة، أن نكون مستعدين بشكل أكبر في كأس آسيا، إن شاء الله نكون جاهزين إن شاء الله. نسعى إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا نقدم المستوى اللي قدمناه في المباراة الماضية، نتمنى إن شاء الله نكمل، وفي النهاية هو التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. ما كان ودنا أن نزعل 60,000 اللي كان حاضر الملعب واللي برا الملعب اللي ما حضر الملعب. مباراة باتر تعتبر مباراة مصيرية للمنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي متعود أنه يلعب تحت الضغوطات هذه. المنتخب العماني منتخب لا اسمه لا وزنه، ممكن مثل ما قلت أنت في البطولات السابقة يمكن كان شبه عقدة مثلا مع المنتخب الكويتي، لكن بالنسبة إحنا لنا ما نؤمن بسوالف العقد أو أيا كان. احنا عازمين ندش المباراة نطلع بالأهم اللي هو الثلاث نقاط ونفرح الشعب الكويتي.